أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على تمكن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن من ضبط خلية إرهابية ضالعة في العديد من الاغتيالات والتفجيرات. أفادت شرطة عدن أن قوات مكافحة الإرهاب في المدينة ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص متورطين في العديد من العمليات الإرهابية. وكشفت الشرطة أن المتهمين اعترفوا بمسؤوليتهم عن اغتيال وتصفية قيادات وكوادر أمنية وعسكرية ورموز في المقاومة على رأسها القيادي أحمد الإدريسي ورفاقه نهاية العام الماضي في حي المنصورة. وذكر بيان المكتب الإعلامي للشرطة بأن المتهمين اعترفوا باستلامهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ كل عملية اغتيال عبر شخص ضمن الخلية يتعامل مباشرة مع قيادة القاعدة التي كانت تتخذ من المجلس المحلي في المنصورة مقرا لها. وبحسب البيان فإن أعضاء الخلية أقروا بتشكيلهم خلية مهمتها قتل القيادات الفاعلة وضباط وجنود يعملون في الأجهزة الأمنية وشخصيات تتعامل مع قوات التحالف العربي بغرض خلق حالة من الإرباك والفوضى في المدينة. عملية القبض على خلية إرهابية أعقبها محاولة اغتيال مدير أمن لحج في حي الممدارة بعدن، وذلك بتفجير موكبه بقنبلة يدوية. تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات بين مسلحين في مديرية كريتر وسط المدينة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: المحور الأول عن دلالة الكشف عن الخلية الإرهابية بهذه الدرجة من الخطورة في العاصمة المؤقتة، وما هي الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها، وكيف ستنعكس هذه العمليات الأمنية الناجحة على تجفيف منابع الإرهاب ووقف النزيف اليومي في عدن. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. يتوالى سقوط العصابات المسلحة في عدن، ومعها يتحسن الأداء الأمني في العاصمة المؤقتة، وتلتقط المدينة أنفاسها بعد أكثر من عام على تحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع. القوات الأمنية في عدن أعلنت إلقاء القبض على عصابة مسلحة تقف وراء الكثير من عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمقاومة الشعبية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لشرطة عدن بأن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص اعترفوا بتشكيلهم الخلية بغرض خلق حالة من الإرباك والفوضى في المدينة، كما أقروا بمسؤوليتهم عن عمليات اغتيال طالت قيادات أمنية وعسكرية وفي المقاومة، من بينهم أحمد الإدريسي ورفاقه الذين تم استهدافهم أواخر العام الماضي. واللي جاب لنا الشخص هذا جاب لنا يا ناصر سعيد مقدح، وكان معه شخص من طرف أبو سالم رجال كبير، تمام؟ والظاهر إنه كان حتى دفعنا مبالغ مغرية من 20,000 ريال سعودي غير اللي يغطون من 5,000 ريال سعودي. يأتي هذا في حين أعلنت الشرطة أيضاً إلقاءها القبض على قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى خلاد الدبا في إحدى ضواحي مدينة الحوطة بمحافظة لحج المجاورة. الاعترافات التي تم تسجيلها لعناصر هذه الخلية تشير لأنها مرتبطة بقيادات من تنظيم القاعدة وأنها نفذت عملياتها لصالح التنظيم، إلا أن شكل العمليات التي نفذتها والهدف منها يبدو متسقا مع أهداف وطريقة جماعة أخرى يجمعها بالتنظيم نفس الهدف، وهو إشاعة الفوضى وعرقلة أداء السلطة الشرعية في المدينة. حوادث الاغتيالات التي أرقت المدينة وساكنها طوال أكثر من عام ولا تزال كشفت بعض أسرارها، وإن لم يتم إقفال هذه الصفحة السوداء من عمر المدينة بعد، إلا أنها تبدو في طريقها للانحسار مع تعافي الأجهزة الأمنية وبدء مرحلة تطبيع الحياة في عدن. نبدأ بمناقشة هذا الموضوع مع ضيفنا من عدن المحلل السياسي والباحث باسم الشعبي. أهلا بك أستاذ باسم. نعم أستاذ باسم. نعم نعم معك، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا، تسمعني بشكل واضح؟ نعم أسمعك. مرت فترة طويلة على تحرير محافظة عدن، لكن ما زال هناك بعض التعقيد، ما زالت المدينة والأجهزة الأمنية تكافح من أجل تطبيع الوضع الأمني. ما المشكلة؟ ولماذا كل هذا التعقيد؟
نعم، الوضع الأمني في عدن ما يزال هو أهم الملفات التي تعمل عليها السلطة المحلية في مدينة عدن، وجهاز الأمن في مدينة عدن أيضا يعمل بشكل كل جهد لمحاولة إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف للانتقال صوب تطبيع الحياة المدنية في مدينة عدن، ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى أيضا الأكثر أهمية التي تأتي في أولويات عمل السلطة المحلية في المدينة. والحقيقة يعني الجهود الأمنية في مدينة عدن تحقق إنجازات كبيرة رغم شحة الإمكانيات التي تعاني منها، وأيضا بسبب يعني عدم تكون الجهاز الأمني بشكل يمنحه القدرة على العمل بشكل أفضل. يعني ما يزال الجهاز الأمني في طور البناء الآن في مدينة عدن، لكنه رغم الفترة القصيرة التي تسلم فيها اللواء شلال على إنشاء جهاز الأمن العام في مدينة عدن، استطاع أن يحقق الحقيقة إنجازات كبيرة جدا على صعيد مكافحة الإرهاب في مدينة عدن وفي مناطق مجاورة لعدن مثل لحج وأبين. وما حدث خلال اليومين طيب فعلا أستاذ باسم، يعني فعلا ما طرحته أنت بأن أبرز إشكالية ربما أن الجهاز الأمني ما زال في طور البناء، أيضا إلى جانب وجود أزمة داخل الأجهزة الأمنية نفسها وتضارب في الاختصاصات، طيب ما الذي يمنع تجاوز هذه الإشكالية والذهاب نحو بناء جهاز أمني يعني متمكن من أدواته، متوحد في مهامه، لا توجد أي تضارب في الاختصاصات، ما الذي يمنع الوصول إلى هذه المرحلة؟ في الحقيقة يعني جهاز الأمن العام في مدينة عدن يعمل الآن بشكل أفضل مما كان عليه في السابق، وهناك أيضا جهاز الحزام الأمني المشكل من قبل التحالف العربي يعمل أيضا في الناحية الأخرى على قضايا كثيرة جدا، وهناك يعني قرار من وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء بضم الحزام الأمني لإدارة أمن عدن، وهو قرار صاحب لقي اهتمام وترحيب كبير في الأوساط الشعبية في مدينة عدن، وأعتقد هناك تنسيق كبير الآن أصبح بين الجهاز الحزام الأمني وأيضا بين جهاز الأمن العام. طيب هل هناك خطوات عملية بدأت فيما يخص هذه النقطة، نقطة ضم الحزام الأمني إلى السلطة الأمنية في عدن، هل بدأت إجراءات فعلية أم ما زالت في طور القرارات والمشاورات؟ نعم، بحسب تصريحات المسؤولين في إدارة الأمن بأن هناك تنسيق كبير يتم بين الجهازين، وأن اللواء شلال علي شايع هو يشرف من غرفة العمليات على العمل الأمني في مدينة عدن بشكل كامل، وأيضا في المناطق المجاورة للمدينة بالتنسيق والتعاون مع التحالف، غرفة التحالف العربي الموجودة في مدينة عدن، وكلهما يعملان أيضا تحت سلطة محافظة المحافظة عيدروس الزبيدي. وفي الحقيقة يعني الإنجازات التي تتحقق في مدينة عدن يدل بأن الأمور تسير بشكل طبيعي رغم كثير من العوائق التي تستعينها كثير من العناصر التي ما تزال توالي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهي كثيرة في الأجهزة الأمنية تحاول أن تفتح الكثير من المشاكل والمثبطات، لكن يعني تريد أن تقول أن الجهاز الأمني في عدن بعد كل هذه الفترة من تحريره ما زال مخترق من قبل أجهزة علي عبد الله صالح الاستخباراتية؟ يعني ما أريد أن أقوله، يعني هناك دولة عميقة شفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح خلال 25 عام من حكمه لليمن الموحد، وإنهاء هذه الأدوات والدولة العميقة يحتاج إلى وقت طويل جدا في الحقيقة، وبالتالي يعني هناك بالتأكيد بعض المعوقات التي يعني يضعها مثل هؤلاء أمام الجهاز الأمني، لكنها تتلاشى يوما عن يوم في الحقيقة، ويحقق الجهاز الأمني في مدينة عدن قفزات ونجاحات كبيرة. هذه النجاحات في الحقيقة تضعف من قدرة أي عمل تخريبي أو إعادي. سنتحدث عن هذه التطورات المحسوبة للأجهزة الأمنية في عدن والعلى الأبرز فيها القبض على هذه الخلية الإرهابية، لكن بعد أن نذهب إلى ضيفنا من الرياض الخبير الأمني وليد الأثوري. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا بكم جميعا الأخوة المشاهدين الكرام. أستاذ وليد، بداية تعليقك على هذا التطور الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن اليوم بإلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص، كيف تعلق على هذا التطور وإلى أي حد هو مهم؟
طبعا هذا التطور ناتج عن اعتقد عن عمليه واسعه قامت بها الاجهزه الامنيه في عدن من حيث توحيد الجهود المشتركه لجميع الاجهزه الامنيه عبر غرفه عمليات واحده او اداره الموقف اجمالا للملف الامني بشكل عام باداره واحده. هذه واحده من اسباب النجاح التي تحققت خلال الفتره او خلال المرحله الحاليه مقارنه بالفترات السابقه. اعتقد من اهم اسرار نجاح العمل الامني هي المعلومه واداره المعلومه. كلما كانت هناك قدره على الحصول على المعلومه بشكل سريع وادارتها بشكل اسرع عن طريق قياده واحده وبشكل واضح ستكون هناك نجاحات امنيه واضحه كما حدث حاليا. طيب ساعود لك استاذ وليد الاثوري وايضا الاستاذ باسم الشعبي. الان ينضم الينا نائب وزير الداخليه اللواء علي ناصر لخشاع. اهلا بك سياده اللواء. شكرا لكم. اللواء علي ناصر. اهلا 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 معك. نعم تسمعني بشكل واضح؟ نعم اخي اسمعك. اليوم تم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية المكونة من 8 أشخاص. في أبرز ما جاء في بيان شرطة عدن أنهم اعترفوا بمسؤولياتهم الكاملة عن عملية اغتيال وتصفية عديد من القيادات والكوادر الأمنية. أيضا أنهم تلقوا مبالغ مالية عن طريق أشخاص لهم صلة بالقاعدة. هل هناك معلومات أخرى أيضا يمكن الكشف عنها جراء بعد إلقاء القبض على هذه الخلية ونتيجة للتحقيقات التي تمت معهم من ساعة إلقاء القبض حتى الآن؟ هل هناك معلومات جديدة يمكن الكشف عنها؟ أولا أشكركم لإهتمامكم يعني بمتابعة الوضع الأمني يعني محافظة عدن وبقية يعني محافظات اليمن. فيما يتعلق بما تم يعني العمل يعني على انجازه وهو يعني الوصول الى تلك الجماعه التي نفذت العديد من الاغتيالات. يعني طبعا انتم سمعتم يعني كثير من مما يعني ادعو به من اقوالهم يعني، وهناك يعني التحقيق لا زال جاري وهناك معلومات لا نريد ان نضعها امام الجمهور حتى نستطيع يعني من الاستفاده منها لملاحقه بعض العناصر التي لا زالت عايبه وايضا حمايه يعني وصيانه الضباط العاملين في مكافحه الارهاب. طيب الى اي حد سياده اللواء هذا التطور هو مهم ويمكن البناء عليه في طريق القضاء على او الحد من العمليات الارهابيه داخل عدن؟ للاسف يعني عدن شبه يوميا يمكن هناك تكون عمليات ارهابيه واغتيالات وحوادث انفلات. صحيح صحيح، لكن خلال الفترة الماضية بذلت جهود كبيرة جدا إن كان من قبل قيادات الأمن في محافظة عدن أو من وزارة الداخلية أو من الداعمين لنا في دول التحالف، يعني بذلت جهود معينة لإعادة تأهيل ويعني وتمكين يعني القوى الأمنية بحيث تكون في مستوى التحديات الامنيه التي تفقدها. ومن اهم ذلك يعني تم الاهتمام بموضوع جمع المعلومات وتقييم المعلومات، ايضا تم الاهتمام بتحسين العلاقه مع الجمهور في البيئه التي تنشا فيها الجرائم او الجرائم المحتمله، وايضا تم الاستفاده من كل عوامل يعني الايجابيه التي تعيد الى الامن يعني القوه وتمنحه يعني القدره على ان يؤدي مهامه في ضوء يعني الظروف الصعبه. سيادة اللواء علي، في بيان شرطة عدن بحسب ما جاء في البيان هناك إشارة لارتباط قيادات في القاعدة بأجهزة استخباراتية تابعة للمخلوع علي عبد الله الصالح. هل هذه معلومات أكيدة؟ هل التحقيقات مع هذه العصابة وهذه الخلية أثبتت ذلك أم هي مجرد تكهنات حتى الآن؟ أولاً هذا بديهي، أولاً بديهي، أولاً هذا بديهي. كل ما يحدث اليوم على مستوى اليمن كله إن كان في الحروب التي يعني في الجبهات أو كان يعني الحصار للمدن أو كان العمليات الإرهابية كلها تتعلق بالسياسات الإجرامية التي يمارسها يعني الرئيس المخلوع والجماعات الإنقلابية التي سيطرت على يعني مكامن القوة للدولة وصنعاء.
وهناك يعني كما قلت في معلومات يعني دقيقة لكن لا نستطيع الآن نشرها، نحن نريد أن نتحفظ عليها حتى نسلم الملفات التحقيق الأولية للقضاء ويقوم القضاء بمراجعة يعني كل الملفات وكل الإجراءات يعني ويستكمل ما لم يستكمل، وبحيث أنه تكون هذه القضايا أمام الرأي العام يعني قضايا واضحة. طيب سيادة اللواء، طيب سيادة اللواء، هي ليست المرة الأولى التي يتم إلقاء القبض فيها على خلايا إرهابية، هناك ربما حوادث سابقة تم إلقاء القبض لكن لا تحقيقات تنشر للرأي العام، كم نحتاج من الوقت الآن حتى تطلعوا الرأي العام على نتاج هذه التحقيقات والتحقيقات السابقة أيضا، وما الذي يمنع أن تنشر وقد أخذت الكثير من الوقت ربما؟ الحكومة يعني تعمل جاهزة يعني في عدن مثلا يعني في وزير العدل على إعادة يعني عمل الأجهزة القضائية يعني في محافظة عدن، يعني طبعا في مشكلات كثيرة جدا تحطمت كل المنشآت المحاكم المقرات القضاء كلها، لكن في ضغوط كبيرة جدا تبذل الآن، بدأت المحاكم يعني في عدن تباشر عملها، أكيد نحن يعني سنقدم هذه المركات القضاء لأنه كما قلت أنا لا أريد أن أقدم معلومة يعني وبالتالي هذه المعلومات تظهر على الجمهور. طيب بشكل سريع قبل طيب سيادة اللواء بشكل سريع قبل أن أعود إلى ضيفي الأستاذ باسم والأستاذ وليد، في البيان هناك حديث عن أن هذه العناصر استلمت مبالغ من القاعدة، وأيضا تفهم في بعض الفقرات أنها قد تكون تابعة للقاعدة، وأن هناك بعض الأفراد نفذوا عمليات بزي القاعدة، هل التحقيقات الأولية تثبت أنهم تابعين للقاعدة أم مجرد مستخدمين من قبل القاعدة؟ أولاً اعترافاتهم أكبر دليل، هم معترفين بالأعمال التي أو بالترام التي وكلت لهم، معترفين اعتراف كامل وبقناعاتهم بدون أي ضغوطات يعني، وبالتالي عملية يعني استعصاء المعلومات يعني في ضوء هذه الاعترافات للمقتلة يحتاج إلى وقت بحيث أنه تكون مستعصاء كل المعلومات يعني مجموعة في ملف الاستقلال بشكل واضح ومتكامل. أنا شخصياً لو قدرت أنا معترض على يعني حكاية النشر اللي تمت لأنها مستعجلة أحياناً لأنها قد تأثر علي أنا في التحقيق، لكن مع هذا نحن قلنا أنها فرصة لإعلام الجمهور لأن هناك يعني في جهود كبيرة من قبل رجال العمل ومن قبل يعني قوات التحالف ومن قبل أيضاً أبناء علم في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وظاهرة الإرهاب واللي من أخطر الظواهر التي نعاني منها في عدن وفي كل الأماكن. أستأذنك بالبقاء معنا سيادة اللواء، سأذهب إلى الأستاذ باسم الشعبي الباحث المحلي السياسي مرة أخرى. أستاذ باسم، أستاذ باسم تفضل تفضل معك عزيزي. أستاذ باسم، هناك من يقول أن عناصر سواء التابعة للقاعدة أو العناصر الجماعات الأخرى المستغلة للوضع والانفلات الحاصل وربما بعض التقصير أو بعض القصور جراء يعني تعقيد الوضع في عدن بشكل عام تلتقي على مجموعة من المصالح، ما الذي يجمعهم الآن؟ هل هناك أهداف استراتيجية تجمعهم أم كل طرف يستغل لمصلحته أم يؤدون نفس الدور؟ يعني ممكن تقول يعني هذه العناصر بأنها سوف تستطيع أن تقيم دولة يعني على طريقة القاعدة الجماعة المتفرجة في عدن بالضرب بكل الاعتبارات التي يعني تعنى بها عدن من مدنية وتحضر وإفتاح وتعايش أرض الحائط، وأعتقد هذا التوجه الذي يعني يعمل عليه التنظيم يصطدم مع عدن ومع هدف المدنية وفكرة الدولة في عدن. هذا أولا. ثانيا هناك جهات تستغل هذه العناصر للأسف الشديد، وكثير من هذه العناصر هم من العاطفين عن العمل ويعني من أصحاب يعني خفيين يعني بعض المخاطر الشرطة والسجون وغيرهم يتم استغلالهم في الحقيقة، ومعظمهم شباب لا يتجاوز أعمارهم 30 عاما يتم تجنيدهم بطرق مخادعة واستغلالهم واستغلال حماسهم واندفاعهم بشكل يعني ذكي من قبل بعض الأجهزة الأمنية وجهات المخابرات وتوظيفهم يعني ضد الاستقرار والأمن في مدينة عدن ومنع
اي تقدم باتجاه تطبيع الاوضاع في المدينه. وبالتالي يعني الاعترافات الاخيره من قبل من تم القبض عليهم بان هناك اموال تقدم لهم مقابل تنفيذ العمليات الاغتيالات في مدينه عدن. وفي الحقيقه يعني هناك يعني بعض الشباب مغرض بهم ويعني نفوسهم ضعيفه ينساقوا احيانا، لكن ما زال في الامكان معالجه هذا الوضع يعني ووقف استخدام الشباب. هل ما زال هناك امكانيه والحكومه قادره؟ يعني للاسف الشديد الحكومه هي تعمل في جانب واحد، يعني جانب الامني ومعالجه النتائج، لكنها لم تعمل الى الان منذ بدات حربها على الارهاب منذ يعني عقدين او اكثر، لم تعمل على معالجه الاسباب التي تنتج اعمال التطرف والارهاب واستغلال الشباب وطاقاتهم. يعني ومن هذه العوامل هي البطاله وايضا الفراغ الكبير ويعني الفقر الموجود في المجتمع ولا يعني تدهور الاوضاع، كل هذه عوامل يعني تشجع الكثير على الانخراط بمثل هذه الاعمال يعني التي تضر بالمجتمع وتضر بالدوله وتضر بالافراد انفسهم ايضا. وبالتالي انا اتمنى على السلطه المحليه في عدن. استسمحك عذر استاذ باسم بان نشرك الاستاذ وليد الاثوري من الرياض في مناقشه هذه النقطه. استاذ وليد، الأستاذ باسم يتحدث عن ربما استغلال بعض الشباب والتغرير بهم لتنفيذ مجموعة من هذه العمليات، مستغلين حالة البطالة وحاجتهم للمال، وأنه كما قال لابد من أن تكون هناك العديد من وسائل معالجات هذا الموضوع، لا يعني الأدوات الأمنية فقط، وإنما أيضا أن تهتم الحكومة بالشباب بشكل عام. إلى أي حد هذه العمليات الناجحة التي يمكن وصفها بالناجحة وأنها تحسب في رصيد أجهزة الأمن في عدن يمكن أن توقف من حالة النزيف اليومية أو شبه اليومية في العاصمة المؤقتة؟ وأيضا ماذا عن الأدوات والمعالجات الأخرى التي لابد منها حتى يتم معالجة حالة التعقيد في الملف الأمني في عدن؟ فعلا عزيزي، هو ما يتحدث به كلام سليم. اعتقد الاجراءات الامنيه بشكل عام ليس هي الوحيده بمكافحه مثل هذا النوع من الجرائم او الجرائم بشكل عام. الامن من اجل التنميه، نحن بحاجه الى فلسفه جديده وهي التنميه من اجل الامن. التنميه بمعنى الاهتمام بالانسان والتنميه بشكل عام ستفتح افق جديد لتحقيق الامن، ولكن بطريقه غير مباشره، غير الادوات الامنيه التي يجب او الاجراءات الامنيه التي يجب اتخاذها. هناك حزمه اجراءات يجب على الحكومه ان تتخذها مجمل الوزارات في عمل استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، ليس فقط في الإجراءات الأمنية ولكن في احتمال كثير من الملفات. على سبيل المثال سأتحدث إليك، كان هناك بيئة خصبة حول فيما يتعلق بملف الجرحى أو في إدراك المقاومة أو الذين شاركوا في المقاومة الشعبية إلى الجيش والأمن. كلما أهملت هذه الجزء من الملفات كلما كانت بيئة خصبة لاستثمارها سواء من قبل علي عبد الله صالح في تنفيذ الأعمال الإرهابية في عدن أو غيره من الجماعات الإرهابية التي تحاول جاهدا إلى الصيد في الماء العكر نتيجة القصور القائمة لأداء الحكومة في بعض مؤسساتها لكي تصطاد الشباب لتنفيذ أعمال إرهابية. وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك استراتيجية عمل أمنية متكاملة للحكومة، ليس فقط فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية ولكن فيما يتعلق أيضا بالاهتمام بالشباب ومحاولة إخراجهم من أو توجيه سلوكهم من السلوك الإجرامي أو السلوك السلبي إلى السلوك الإيجابي فيما يتعلق في مسار التنمية. ساعد لك أستاذ وليد، لكن أختم مع نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. سيادة اللواء، سيادة اللواء، نعم معك. سؤال أخير ومقدر لك يعني مشاركتك معنا في هذه الحلقة رغم انشغالاتكم، أختم معك مداخلتك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث بما يتحدث به بعض الخبراء الأمنيون عن وجود ربما ضعف استخباراتي، عدم تأهيل للكوادر مطلوب منها أن تسهم بتقوية الأداء الأمني بالعاصمة المؤقتة، ما تعليقكم على هذا الطرح؟ أولا أنا أتفق مع الرؤى اللي طرحها يعني المتحدثين عن أصحاب القرير فيما يتعلق يعني بأنه يجب أن يكون هناك جهد شامل ومتكامل للحكومة يعني وأيضا مع المجتمع المدني مع قوى التعارف يتعلق بإيجاد سياسات يعني شاملة لتجديد منابع الإرهاب في كل يعني في كل مناحي الحياة. وايضا التركيز على الشباب انهم هم الشباب القوى التي يستخدمها هؤلاء الارهابيين، مستغلين فيها
الضعم الاقتصادي والمادي احيانا، وايضا الضعف العلمي في مستواهم الدراسي وغيرها من الاوامر. اثنين، يعني نحن بحاجه يعني كامله لاعاده يعني تاهيل وتدريب كل القوى المتخصصه في مجالات جمع المعلومات، يعني بعد يعني فتره من التفسخ اللي حدث بسبب السياسات الماضيه السابقه. من المهم جدا لانه نشعر ان هناك لا زال في قصور فعلا، والا لماذا تحدث هذه الاعمال بين الوقت والاخر؟ لا شك انه لا زال في ثغرات كبيره، وان علينا ان نعمل على سد تلك الثغرات حتى لا يدخل او ينفذ منها هؤلاء الارهابيين. طيب اختم معك سياده اللواء في موضوع بعض التعقيدات الحاصلة أو التداخل في الاختصاصات الأمنية داخل محافظة عدن. سمعنا عن قرار ربما بدمج الحزام الأمني ضمن المؤسسة الأمنية في عدن، إلى أين وصلتم في هذه الخطوة؟ ومتى سنشهد انتهاء موضوع التضارب في الاختصاصات الأمنية؟ الحكومة يعني عامل جاهزة، وأنا الطريق برئاسة وزير الداخلية ومع الوزراء، وهناك لقاءات مستمره بينهم وبين يعني السلطه المحليه في المحافظه وايضا المحافظات المجاوره، وايضا مع يعني قياده المنطقه العسكريه ومع التحالف، وكلها تصب في ايجاد يعني تنسيق مشترك بين كل المكونات العمل، ان كانت المكونات التي تتبع للقوات المسلحه والتي تعمل معنا في الجانب الامني، او كان الأجهزة الأمنية المختلفة وتقلل أوصافها والسلطات المحلية. العمل جاري وإن شاء الله نشهد قريبا جدا يعني إنتاج هذا العمل، بأنه يكون يعني يعمل في مطب واحد وتحت سيطرة واحدة وقيادة واحدة. أشكرك جزيلا سيادة اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية على هذه المشاركة معنا اليوم في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. أعود للأستاذ باسم الشعبي الباحث والمحلل السياسي. أستاذ باسم، في سؤال أخير وربما يعني في دقيقة، فيما ورد في البيان الصادر عن شرطة عدن حديث عن أن هذه العناصر نفذت هذه الأعمال بدافع المال وحصلت على أموال، إلى أي حد هذا هو تغير في منهجية تنظيم القاعدة؟ ويعني وإلى ماذا يشير؟ لأنه هناك حالة لبس، هل هم تابعين للقاعدة وعناصر تابعة للقاعدة، أم هم مجرد أدوات استخدمت لتنفيذ بعض العمليات ويقتصر دورها على هذا فقط؟ في الحقيقة يعني من خلال الاعترافات التي أدلى بها العناصر التي تم إلقاء القبض عليها، يعني يكشف بأنهم يعني مجاميع تم الاستعانة بهم من قبل بعض القوى السياسية لتنفيذ أعمال تخريب واغتيال وفوضى في مدينة عدن. وفي الحقيقة لا يرون بأنهم يعتنقوا فكرا يعني سياسيا أو فكرا كان يسعون من خلاله لطرح فكره معينه في المدينه، يعني التحقيقات واضحه، وبالتالي يعني يبدو ان المال كان هو المحفز الرئيسي لارتكاب مثل هذه الجرائم في الحقيقه، لكن هذه الجرائم تتم تحت غطاء الشرعيه وداعش باعتباره غطاء يتم استخدامه من قبل بعض القوى السياسيه لاصباغ يعني نوع من التملص يعني من هذه القضايا، ويعني الرمي بها في خانه الجماعات المتطرفه والارهابيه. لكن في الحقيقه الامور اصبحت واضحه، والمستفيد من هذه العمليات التي تحدث اصبح واضح، وبالتالي التحقيقات سوف تكشف في الايام القادمه كثير من الخبايا التي تقف خلف هذه الجماعات في الحقيقه. وانا ادعو يعني امن عدن الى نشر هذه الاعترافات عبر وسائل الاعلام المرئيه بالصوت والصوره، كي يتضح للناس بان هذه الجهود الامنيه فعلا وصلت الى مرحله من الجديه ومن تحقيق كثير من الانتصارات التي سوف تعقبها انتصارات اخرى لاستسباب الامن في مدينه عدن وتحقيق النجاح الامني في المناطق المحرره. شكرا جزيلا لك استاذ باسم الشعبي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن. اختم مع الاستاذ وليد الاثوري الخبير الامني من الرياض. استاذ وليد، نعم، تعليق أخير لك بعد سماعك لحديث نائب وزير الداخلية وأيضا عن الانعكاسات التي يمكن أن تكون إيجابية في موضوع معالجة الملف الأمني
بمثل هكذا عمليات. الأستاذ باسم الشعبي يتحدث عن أنه ربما تستغل هذه الجماعات لتحقيق مكاسب سياسية أو ضمن ما يدور يعني في الصراع الدائر في البلد. أيضا هناك من يقول أن هذه العمليات وإلقاء القبض على هكذا خلايا وعدم وجود تحقيقات تعلن أنها أيضا ضمن التوظيف السياسي فقط، وهي لامتصاص غضب الشارع ربما ولا تحقق أي إنجاز على مستوى معالجة الانفلات الأمني. اولا دعني اشير لك الى موضوع مهم جدا وهو بما يتعلق بالقضاء. ما اذا كانت احيلت كل هذه الجرائم المرتكبه من قبل مرتكبيها الى احيلوا هؤلاء الناس الى القضاء واتخذت اجراءات قضائيه ومحاكمه عادله لهم، ستشكل واحده من اهم الادوات الى منع الجريمه او انهاء الجريمه او مكافحه الجريمه بشكل عام. ما زالت كثير من اجهزه القضاء لم تعمل بشكل واضح حتى اللحظه في مدينه عدن، عليهم سرعه بناء الاجهزه القضائيه وان تعمل وان يتم احاله هؤلاء المجرمين الى القضاء، هذه في غاية الأهمية خلال هذه المرحلة. أما فيما يتعلق بتوجه هؤلاء الناس وارتباطهم بالمال، طبعا نحن نعلم هناك الجانب العقائدي الذي يقوم بمرتكبي أو تنظيم القاعدة أو داعش في هذا الجانب، ارتباطهم واعترافاتهم بتلقيهم من الأموال هذا مؤشر واضح على ممارسة علي عبد الصالح لأموال الشعب اليمني التي نهبها خلال 33 سنة وتوظيفها في صناعة القاعدة الخاصة به كما كان يصنعها. أشكرك جزيلا في الملف السياسي بشكل عام. شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد الأثوري الخبير الأمني. لم يعد لدينا وقت في هذه الحلقة، أيضا الشكر موصول لنائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع وأيضا للأستاذ باسم الشعبي كان معنا من عدن. غدا موعد جديد وحلقة جديدة من زوايا الحدث، في أمان الله.